وقت اللي تجي برقية تنبه من أنه محمد إبراهيمي سيقتل خبوها في الججر، وبعد بدوا يلقوا في التهم. دولة الرئيس قيس سعيد اللي سموها بالديكتاتورية لا تزال فتحت لهم المجال أنهم يتحدثوا. قبل محمد إبراهيمي في أفريل 2012 سحلوه هنا في الشارع وضربوه بالمسيلات الدموع وهو نائب بالمجلس الوطني التأسيسي. اليوم المتورطين في الإرهاب واللي يحموا في الإرهاب يعلموا في المظاهرات والمظاهرات مأمنة، جرائمهم تمتد من الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن. إلى شهادات الدم التي لا تزال ساخنة وجراحات الأبرياء تشهد عليهم وتلعنهم كل لحظة. اللي كان حاميكم هون باب داره ما ينجمش يخرج منه. يعني شوية أمامكم فرصة أنكم تكونوا معناها أوفياء لذاك القسم. قبل كان العدو يجيب جنده ويجيب أسلحته، اليوم الجند من جلدتنا والأسلحة من نفينا والأعداء من نفينا والأعداء من نفينا. العمر واحد والرب واحد، ولا بد لهذا العدوان أن يصدوا الشعب التونسي. ما عنديش وين نهرب أنا ران، وما نهربش. المناضلين ما يهربوش. ما نهربش، أنا نسكن في تونس العاصمة، كي نهرب نمشي لسيدي بوزيد وسيدي علي بن عون ونمشي، ما عنديش وين نمشي أنا معناها. من بن عون لقارة حديد. إي من بن عون لقارة حديد، وهذه بلادي ونعيش هنا ونموت لهنا والعمر واحد نعيشوه بكرامة. هما يقتل الروح وين تروح؟ وين تروح؟ ما عندهم وين يروح. عيدك يا تونس عيدين، اليوم فرحك من بعد سنين وصعيد على الراس والعين. عيدك يا تونس مقدود، وانت يا شيخي مترود وتفضل من غير ما تعود ومعاك الفصل 80. عيدك يا تونس عيد الجميع، وتونس ما هي للبيع، تونس وطننا وما هي للبيع. عيدك يا تونس عيدين، عيدك كل بارح كل يوم، عيدك كل بارح كل يوم، شعبك شبابك مظلوم. عيدك يا تونس بن عم ولا، عيدك بن عم ولا، والدستور لتونس دواء. امرأة جلبت الاحترام إليها، امرأة بألف رجل، امرأة العالم الكل يرفع إليها القبعة. نحكي على زوجة الشهيد محمد إبراهيمي، 9 سنوات طويل في الوقت لكنها قصيرة بالنسبة لهذه المرأة للوصول إلى الحقيقة. من اغتال إبراهيمي، من سفك دم الشهيد، رحلة من النضال، رحلة من النضال بين أروقة المحاكم والهرسلة من أطراف سياسية عديدة تريد تمس الحقيقة. تونس مقبلة على أيام ربما تتوضح فيها الحقائق وتوضع النقاط على الحروف. أنا لا أقول أن تونس مقبلة على الجنة، ولا أقول أن تونس مقبلة على بساط من الورود. تونس بلاد عندها مشاكلها وعندنا تركة ثقيلة منذ النظام أو النظامين السابقين مرورا بالعشرية السوداء، ولكن العشرية السوداء حفرت في قلوبنا ندوبا وجراحا يعني لن تجف، وألام لا تهدأ رغم حتى لو كشفت الحقيقة. الحقيقة تكشف مش لصالحي، مش لأجلي، إنما تكشف الحقيقة لأجل العدالة. حق تونس وحق شعبها أن تتحقق العدالة، ليس فضلا ولا منة من أحد، إنه القضاء يشتغل شغله، وليس فضلا ولا منة من أحد إنه يعني شهداء تنتزع أعمارهم، تقصف أعمارهم والدولة تتفرج. قلنا سابقا أن الدولة ضالعة في عملية اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي، كما هي ضالعة في عملية الشهيد شكري بالعيد. أجهزة الداخلية ضالعة في الجريمة وربما في كل الجرائم. أجهزة استخبارات تشق تونس طولا وعرضا، وتشق مؤسسات السيادة في البلاد. لذلك وقت اللي تجي برقية تنبه من أنه محمد إبراهيمي سيقتل خبوها في الججر، وبعد بدوا يلقوا في التهم. حتى لو الورقة المكتوبة ولات بيضاء فإنهم يتحملوا المسؤولية السياسية والمسؤولية الأخلاقية. نحن انتهينا إنه قاعدين نحيوا في ذكرانا بالعديد من الأشكال، ذكرى شهيدنا،
نحييه بالشعر، بالأدب، بالثقافة، بالفن الملتزم. هما في جحورهم الملاحق بتهم الإرهاب، والملاحق بتهم تبييض الأموال، والملاحق بالانخراط في تنظيمات معناها تمس من أمن الدولة. هما في ديارهم العديد منهم تحت الحماية الإقامة الجبرية، ونحن هنا بين أبناء شعبنا اللي كنا بيناتهم ديما. الشعب الذي احتضن جثمان الشهيد محمد إبراهيمي لا زال يحتضن ذكراه وقتلته في جحورهم، معناها ما نسمع لهمش أصوات. ورغم أنهم النظام هذايا اللي سموا فيه دولة الرئيس قيس سعيد اللي سموها بالديكتاتورية، لا تزال فتحت لهم المجال أنهم يتحدثوا ويكذبوا ويكتبوا عفوا وهم كاذبون. لا تزال دولة الرئيس قيس سعيد ووزارة الداخلية الحالية تسمح لهم أنهم يعملوا مظاهرات في الشوارع. قبل محمد إبراهيمي في أفريل 2012 سحلوه هنا في الشارع وضربوه بالمسيلات الدموع وهو نائب بالمجلس الوطني التأسيسي. اليوم المتورطين في الإرهاب واللي يحموا في الإرهاب يعلموا في المظاهرات والمظاهرات مأمنة متاعهم. نحن بخير، واللي مازال أقل من اللي فات. اليوم وقت اللي تحل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الغطاء، اليوم رفع الغطاء فبصرهم اليوم حديد. اليوم يستنوا في أجلهم في كل لحظة، لأنهم ناس، وسمحني على الكلمة، مسخين، ناس مجرمين اللي تلوثت أيديه بدم الناس سواء في تونس سياسيين وإعلاميين ومواطنين أبرياء ومحامين. وما ننسوش نحن الناس اللي ماتوا في ظروف مريبة أيضا وما يعرف عليهم حتى حد. محمد إبراهيمي وشكري بالعيد شهد عليهم دمهم، بينما بن مراد شهد عليه حتى حد، وغيرهم من الذين توفوا في ظروف غامضة. جرائمهم تمتد من الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن، إلى شهادات الدم التي لا تزال ساخنة، وجراحات الأبرياء تشهد عليهم وتلعنهم كل لحظة. نتمنى المرة هذه عاد يزي، ما يزي عاد القضاء يزي عاد، توا 9 سنين ويعني يزي عاد. اللي كان حاميكم هون باب داره ما ينجمش يخرج منه. يعني شوية أمامكم فرصة أنكم تكونوا معناها أوفياء لذاك القسم. والشعب التونسي يعاقب. جلسة علنية عملها الشعب التونسي نهار 25 جويلية اللي فات، وقت ما شقت المظاهرات طولا وعرضا البلاد ومشوا حرقوا الشباب، حرق مقرات حركة النهضة لولا تدخل الرئيس قيس سعيد ووقف كل شيء. اليوم رانا نخوض في معركة تحرير بلادنا من وكلاء الاستعمار الخوانجية ومن التف حولهم، من الذين يقبضون من الخارج، من الذين يعني يلعقون أحذية السفراء. هذوما القاعدين يحتلوا في بلادنا اليوم، ينكلوا لبلادنا بطريقة غير مباشرة. قبل كان العدو يجيب جنده ويجيب أسلحته، اليوم الجند من جلدتنا والأسلحة من نفينا والأعداء من نفينا. مبارك الإبراهيمي الشخصية التي ترفع إليها القبعة امرأة بألف رجل، لأنها هي الامرأة التي وقفت ضد النهضة، وقفت ضد السيستم، وقفت ضد وناس عندهم أجهزة سرية، ضد العملاء، ضد العملاء، ضد العملاء. أنا ما نقفش ضد المواطنين التوانسة، وما نقفش ضد من ينتمي للحركة النهضة قواعدها. أنا أتصدى بكلمة البسيطة، ما عنديش حتى قدرة ولا عندي قوة ولا عندي إمكانيات ولا عندي سلطة على القضاء ولا عندي سلطة على الدولة. من ذاتك القوة أنك تقولي لا وقت النهضة في قوتها، وقت النهضة تمسك بزمام الأمور. أي هي في أوج قوتها، ونحن صحيح في أوج ضعفنا، واغتالونا وضربونا في الشوارع، ولكن لا، العمر واحد والرب واحد، ولا بد لهذا العدوان أن يصد الشعب التونسي. أنا بنت مقاوم، راني بابا قاوم الاستعمار الفرنسي، وبنت وزوجة شهيد دفع حياته ثمن هذا لهذه البلاد، باش نجي أنا أعز منهم ولأولادي أعز. إحنا معناش، هما عندهم جنسية مزدوجة،
توا اللي وهم قاعدين يهربوا كل مره يرجعوا واحد بخلاف اللي هربوا ووصلوا غادي. ما عنديش وين نهرب انا راني وما نهربش. المناضلين ما يهربوش. ما نهربش، انا نسكن في تونس العاصمه، كي نهرب نمشي لسيدي بوزيد وسيدي علي بن عون ونمشي، ما عنديش وين نمشي انا معناها. من بن عون لقارت حديد. اي من بن عون لقارت حديد، وهذه بلادي ونعيش هنا ونموت لهنا والعمر واحد نعيشوه بكرامه. هما تقتل الروح وين تروح؟ وين تروح؟ ما عندهم وين يروح. انا تونس حبا برشا ونتبع فيك برشا ويرحم والديك واللي فايل يشمت فيك تكريتك. انا نحبك برشا ونحب نتبع كل شيء، كونتينيو كوم سا وربي معك. احنا كي جينا من فرنسا جاي لبلادنا، انا ولدي وانا مرتي ونحبوا تونس. تحيا تونس، وانت ان شاء الله ربي معاك، كونتينيو كوم سا. شكرا من الناس. وقت اللي تشوف تونس بالصوره هذه، التوانسه من المدينه، التوانسه فرحانين، التوانسه يخموا في مستقبل افضل. احنا والله احنا نعيشوا في الخارج وجينا ما عندناش برشا ونحبوا تونس، ميم نسمعوا كلام على تونس سافا با، مي احنا معناتها نحبوا تونس، احنا دمنا تونس، انا مرتي مغربيه، ولدي مغربي تونسي وفرنسي معناتها فهمت كيفاش، لكن الجدره هي لراسين فهمت، احنا نحبوكم تحيا تونس، اي بيان سور اي هذه اكيد اكيد، ولد مليا ونعرفش نحكي، والله مش والله ربي يخلي تونس، والله 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 برحمة والديك وبراس ميمتك انت، امك انت، امك امك براس امك، كونتيني في الميدان نتاعك، كونتيني في الخدمة نتاعك، ما تخرجش كلمة الناس تسمعها، تدخل منها تخرج منها، ويرحم والديك ونتبع فيك وصاحبي في فيسبوك معناتها انا اغسل لي لا اله الا محمد رسول الله. والله تونس تونس والله رسول الله. وعندكم جوير، عندكم جوير، جوير تونسي خلق من ريف، بوه خدم في فرنسا عنده 33 عام، عندكم هذايا زين تونس كيما عنز كيما برشا، احنا نحبوا تونس، احنا علاش جينا ونخسف في البطو 2500 يورو ونصرف وكل شيء. والله تونس والله لا تتباع لا تتشري، اقسم لك بالله وراس امك انت أمي وراس ولدي، هذا تونس ريتها تونس لا تتباع لتشري. تونس حب تونس، تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس.